روح المقاومة بالفعل هي روح تغذيها أسس وأفكار دينية أساسا، يغذيها الدين الإسلامي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالنفس عند المسلم لا قيمة لها إذا ما كانت في سبيل الله تزهق وتنفق. فإذا هذه الثقافة يغذيها الدين، تغذيها الوطنية، لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. فالألم العظيم الناتج من الاستشهاد ليس له إلا جزاء وثواب عظيم، وهو الجنة إن شاء الله. أقول هذه الثقافة مش موجودة في الغرب، لأن الروح لدى الغربيين غالية جدا، وحتى أنت هم ربما يهتمون بالمادة أكثر على حساب الروح. وربما شاهدت هنا أيضا اليهودي أو الصهيوني هنا لا يخاف، يعني أخوف ما يخاف من هو القتل، هو أن يقتل. إنما ليس لدينا هذا التخوف، بيقين أن الإسلام يجعل هذا تضحية وأسمى أنواع الجهاد في سبيل الله.